زيارة أخرى هنا في العاصمة البريطانية لندن على غرار عديد المسيرات التي تتواصل بشكل شبه أسبوعي هنا في العاصمة البريطانية. انطلقت مسيرة اليوم من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي لتنتقل إلى هنا إلى محيط مقر الحكومة البريطانية. مطالب المتظاهرين بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وكذلك بحماية المدنيين في غزة، مطالب تتكرر لعل بذلك يمكن الضغط على حكومة ريشي سوناك لكي تضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.